بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بكم حبايبي في فيديو جديد من يوميات أسرة بسيطة. إن شاء الله النهاردة عندنا جولة تانية بمناسبة رمضان والحاجات الحلوة اللي نازلة على رمضان عند الباشا. الباشا احنا قلنا في شارع مصطفى كامل غبريال محطة الباشا. هتنزلي من القطر تقولي فين الباشا؟ الباشا طبعا ايه يعني ما شاء الله الناس كلها عارفاه. تعالوا بقى نشوف الحاجات. مثلا عندنا اول حاجه قبل بقى ما نبتدي بقى الله يكون الاشتراك بقى والدعوه الحلوه. على فكره انا بلاقيكم مشاهده تمام انما لايكات قليله، ممكن بقى نزود اللايكات شويه عشان حبيبتكم بقى، انتوا عيلتي الكبيره صح يا حبايبي، ربنا يجازيكم خير يا رب. نبتدي على بركه الله. عندنا اول حاجه العلب دي علب خزينه اهي، بصوا كبيره ب 15. دي بقى بمناسبه رمضان بقى وحاجه رمضان. يلا افرحي بقى يا ست البيت وهاتي بقى. إيه عندنا برضو الشفشق ده بكام ده يا استاذ؟ ده قد ايه ده كبير قوي. ده حوالي 3 لتر. يا خبر 3 لتر بقى، اعملي بقى خروب وتمر هندي وهيص يعني. في الوان منه؟ في الوان؟ بصوا بقى الوانه يا جماعه، بصوا الجمال بقى، فرحوا العيال بقى بمناسبه رمضان وافرحي بقى يا ست البيت. تبقى انت معايا؟ ماشي. إيه في كمان حاجه تانية اهي، احنا قلنا ده 3 لتر. 15 ومعاه 3 كوبايات. بصوا يا جماعه ده ب 15 جنيه ومعاه 3 كوبايات اهو، في منه الفوشيا، في منه الاورنج، في كمان ورا ايه ده اطباق دي ب 10 جنيه الواحد. الطبق البلاستيك الاثنين عاملين 10 جنيه. الاثنين عاملين 10 جنيه علشان برده لو عايزه تحطي فيه سلطه وكده بمناسبه رمضان. تمام. وفي اللي هي اللي هناك دي البولات بكام؟ 10 جنيه. 10 اللي هي دي البهارات دي ب 10 جنيه الثلاثه. تمام. وعن اهي بصوا مش هنحرمكم من حاجه، هنفرجكم على كل حاجه. تمام. واللي هو ده بقى لا عندي بحنفيه عامل 60. عندي 60 اهو كمان اهو. بصوا مناظرهم يا جماعه، في الوان منهم زي ما انت عايزه بقى، كل الالوان اللي انت عايزاها موجوده. تمام. طبعا بمناسبه بقى رمضان وكده. عندنا ايه كمان؟ الشفشق ده بكام بمناسبه رمضان؟ ب 10 بجد والله. بصوا يا جماعه ده كبير، ده قد ايه ده؟ لا ده ب 15. هو ده ده ب 15. ده اللي هو احنا شفناه مفرود. تمام. ده ب 15. وفي المصافي اهي لو عايزه مصفى بقى، في كمان ده ب 10 بقى اهو. بصوا يا جماعه اهو ده ب 10 اهو، ده ب 10. في منه احمر وفي منه ازرق وفي منه اخضر اهو، ب 10 اهو يا جماعه على الطبيعه، احنا ما بنكدبش على الطبيعه اهو قدام حضراتكم. تعالوا بقى نشوف الجاروف والفرشه، ده برده عرض حلو اهو ب 10 جنيه الجاروف والفرشه، كذا لون اهو. بصوا اورنج والازرق كذا لون. بصوا بقى الطقم ده، ده لسه نازل ده؟ لسه. ده دول 3 علب. دول 3 علب ب 15 جنيه. ب 15 جنيه 3 علب بلاستيك يا جماعه. بصوا وبيخشوا الايه؟ الميكرويف. وبيخشوا الميكرويف كمان ب 15 جنيه بس. تمام. طبعا انا شايفه الكبيره يعني اكبر واحده فيهم كبيره، حجمها كبيره اهي. تمام. لسه برضو بصوا الوانها بقى، تعالى افرجكم على الوانها عشان انا عارفاكم طبعا بتحبوا الالوان. في برضو هتلاقوا السبرتايه. السبرتايه بكام؟ 20 جنيه. السبرتايه دي اللي بيعملوا عليها الفول؟ بيعملوا عليها القهوه. القهوه بيعملوا عليها القهوه، شفتوا؟ معرفش. وعندنا بقى البراد والحاجات دي اهي. تعالوا بقى افرجكم على الوان علب الثلاجه عشان ان شاء الله على ثلاث الوان عشان على رمضان بقى كله. الازرق البنك والازرق والاخضر، البستاج الفاتح ده واللي هو البيبي بينك واللي هو البيبي سوري بلو والبنك ده، الالوان الحلوه دي اللي تفتح النفس يعني. تعالوا افرجكم كمان في اهي علب تاني اهي، علب ثلاجه دي 3 ب 10 يا جماعه. تعالوا شوفوا الوانها بقى. بصوا افرجكم على الوانها، في عندنا اصفر وفي عندنا اخضر وفي عندنا احمر، الوان ياما اهي، حاجات ياما ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك يا رب. تعالوا افرجكم الازازه في كمان عندنا دي اللي هي البخاخه، تيالي كلنا محتاجينها الايام دي. بكام دي يا استاذ؟ دي ب 7.5. دي ب 7.5 يا جماعه، وعندنا منها الوان ياما قوي. تمام. اهي دي مناظرها اهي، وشفنا العلب. ايه بقى دي؟ دي الفواله. الفواله بقى بمناسبه رمضان. دي يا جماعه ب 65 جنيه الفواله، دي حلوه بقى جامده يعني كده. تشيل معانا قد ايه؟ كيلو ونص. كيلو ونص، شيل معايا كيلو ونص، عايزه تعملي كيلو ونص فول اعملي. وفي اللبانه كمان، انا شايفه لبانه اهي.
اللبانة بكام يا أستاذ؟ دي عاملة 40. دي دي عاملة 40 اللبانة، بتشيل كيلو دي ولا تشيل كيلو ونص؟ كيلو ونص كمان. تمام، كيلو ونص. وفي طقمة حلل أنا شايفة، ده الطقم بيتباع على بعضه ولا ممكن فرق؟ على بعضه ب 150 جنيه طقم على بعضه. بصوا طقم الحلل ب 150 جنيه. بصوا يا جماعة كام حلة؟ 1 2 3 4 5 6 6 حلل ب 150 جنيه. وطبعا الأطقم اللي بنقدم فيها الخشاف موجودة أهي، 15 جنيه 15 جنيه أي طقم فيهم أهو. وفي كمان ده، دي لفافة بتاعة المحشي بقى وورق العنب. طبعا رمضان ما يحلاش إلا بالمحشي وورق العنب. أهو 25 ومعاها واحدة بديل. يعني معاها ايه؟ واحده بديل ايه؟ شريط تاني. ده اتقطع معاها واحده تانية. يعني يا جماعه هي ب 25 ومعاها شريط بديل عشان لو ده اتقطع. تمام، لسه هبهركم. في كمان دي اهي، ودي ب 20 اللي هي البولات دي، ده 6 برضه. والرول ده بكام؟ 3 ب 20 جنيه، 4 منه. 3 منه ب 20؟ يعني يا جماعه 3 من ده ب 20. انتوا متخيلين؟ يعني 3 1 2 3، الثلاثه دول كده ب 20. وادي الوانهم اهي، في الوان منهم، في ازرق وفي اخضر وفي على بني. بصوا الجمال، على بني اخر جمال بصراحه. وقربكم برضو عليها. وده بقى اللي هو اسمه ايه ده، الترمس، ترمس بالكهرباء. تمام، وفي عصاره برتقان اليدوي، العصاره اليدوي دي ب 10 جنيه، عصاره ليمون او برتقان ب 10 جنيه. وبرضو الوانها تمام. داخلين بقى على رمضان، عندنا عايزين ازايز الميه اهي. تمام، ازايز الميه بكام؟ 23. عايزه بقى تجددي كمان، تعملي ديكورات ولا حاجه. بصوا يا جماعه، دي ب 10، دي ب 10، تابلو ده ب 10. وعندهم هنا ايات قرانيه كتير قوي، يعني في هنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندنا ياسين، عندنا بصوا فرقوا على الاشكال، دي اشكالها اهي، حاجات جميله جدا على العيد، فرحي بيتك وفرحي ولادك. انا دي كنت بدور عليها، دي هفرجكم دلوقتي على حاجه تانية برضو. بسم الله ما شاء الله. بصوا قد ايه يا جماعه؟ ب 10 جنيه بس، اظن مش يعني مش هتلاقي ارخص من كده. امال دي اللي هي بتاعت الغساله دي، صح؟ دي غطا غساله اوتوماتيك ولا عادي؟ عندي الاثنين. عندك العادي والاوتوماتيك والنص اوتوماتيك موجوده. تمام، بكام دي؟ بصوا يا جماعه، دي شكل جديد طالع. دي ايه دي؟ نص اوتوماتيك دي؟ دي نص اوتوماتيك. بجد؟ دي اوتوماتيك. دي الاوتوماتيك، مفيش منها النص اوتوماتيك؟ في. بكام بقى دي؟ حسب كام كيلو. يعني اسعارها مثلا بتروح من كام وكام؟ من اول 65. من اول 65 جنيه. تمام، بصوا يا جماعه، ده كفر جديد اهو، برده طالع حاجات موضه اهي. ورينا كده الاشكال الحلوه. بصوا المناظر، عايزه للعادي موجوده، الغساله العاديه، غساله الاوتوماتيك، غساله نص اوتوماتيك. بتبدا من اول 65 زي ما انت ايه؟ على حسب الغساله بتاعتك وعلى حسب الكيلوات بتاعتها. في منها تايجر، تهيالي تايجر ده بيبقى اقل شويه ولا لا؟ هي ب 65 برضو. انا كنت جايباها السنه اللي فاتت من عندكم على فكره اهي. برضو تايجر في منه على بني، وفي مشجر اهو، وفي اشكال ثانيه كتير، وفي على احمر. كمان تعالى افرجكم على ايه تاني. في كاتل، بصوا البيع بسعر المصنع، كاتل اهو عشان رمضان برضو ب 75 جنيه، ده كاتل. وفي اللي هي الشوايه دي 145 جنيه، وده مضرب، ده هاند بلندر يا جماعه ب 250 جنيه. الهاند بلندر ده 250 جنيه، الهاند بلندر. بصوا يا جماعه السعر بقى بتاعه، بصوا ده هاند بلندر اهو ب 250، كل ده عند الباشا. تمام، وادي الكاتل. تعالوا بقى كمان نشوف ايه. دي الحاجات اللي هي الفلاتر بقى، اللي هي بشمع، الشمع بتاعت الفلاتر، اي نوع؟ 2 فلتر، 3 فقط. يعني ايه؟ يعني الثلاثة ب 35؟ اللي هم الثلاث مراحل ب 35 جنيه، طبعا ده بيبقى التانك الاصلي عاملة 100، والتانك الاصلي عاملة 100 زي ما انت عايزة. على فكرة ده هنا معاه هدية، أنا ما كنتش شايفاها، معاه مج هدية، مج إزاز بقى ولا مج إيه؟ مج إزاز. للي سألني على الكبة اليدوية، عشان في حد من أمال ده إيه ده؟ بتتهربها؟ ما عندكمش اليدوي؟ ماشي وريهاني، عشان في ناس قالت لي. بصوا يا جماعة الكبة دي بكام يا أخويا؟ دي بكام؟ بكام؟ ب 300. تمام، تعالوا بقى، تعالوا هندخل دلوقتي ونشوف حاجات تانية، خليكم معانا. ماشي، بصوا يا جماعة برضو من ضمن الحاجات الجميلة عندنا اهي، الساعات دي ب 75 الواحدة.
بصوا اشكالها، في منها اشكال كتيره جدا، اشكال حلوه. بصوا الجمال بتاعها، وهو برده همشيلكم كده عشان تعرفوا ايه اللي موجود بالظبط، كانكم جيتوا معايا اهي كل الحاجات. ودينا اديكم شايفين الاسعار عليها بالظبط. بصوا في كمان جوه جهاز زبادي 8 كوب كل يوم اهي ب 275. اللي عايز جهاز بتاع الزبادي اهو. وعندنا كمان اللي هي اللي بتاعت الكحك والبسكوتي او البتيفور ب 60 جنيه اهي. بصوا بتاعت البتيفور وبتاع الزبادي اهو تمام ب 275 تمام. وادي اهو في شفشق كمان ب 30 ازاز ده. وبقى كل حاجه بقى ممكن نلاقيها، يعني كل حاجه استعرضناها مع حضراتكم، كله صورناه وعرفنا الاسعار كام، حتى الفواله، حتى اسمها ايه دي اللبانه، كل حاجه موجوده، حتى الكوبايات موجوده. واطباق الفاكهه اهي ب 50 جنيه، وفي اللي هو بيدخل ميكروب، حاجات كتير احنا صورناها قبل كده، بس لما لقينا حاجات جديده قلنا لازم نصورها. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وان شاء الله هاجي اصور لكم تاني باذن الله. اتمنى منكم الدعوه الحلوه واللايك والاشتراك في القناه، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.